السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم اليوم مقتطفات من أخبار متنوعة. نبدأ بالخبر الأول، جاء من جريدة هسبريس بعنوان كولومبيا توضح تمديد عمل السفارة في الصحراء. أكدت جمهورية كولومبيا أن موقفها بخصوص ملف النزاع حول الصحراء المغربية يتمثل في دعم قرارات مجلس الأمن المختلفة، مشيدة بجهود المغرب في البحث عن حل سياسي وعملي وواقعي لهذا النزاع. وذكرت كولومبيا بأن زيارة نائبة الرئيس إلى المغرب تأتي بالنظر إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين البلدين وتمتد لـ 42 عاماً، مشددة على أن الطرفين سيعملان على تحقيق فرص أكبر للتنمية الاقتصادية وكذلك بتعزيز العلاقات بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا. جاء أيضا في نفس الجريدة خبر بعنوان المغرب يحبط محاولة الجزائر التأثير على نظام الطاقة الكهربائية في المملكة. ذكر بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مساء اليوم الأحد أن الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تحديد اتفاق خط أنبوب المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني. وأضاف المصدر نفسه أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب وتحسبا لهذا القرار فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى للبدائل المستدامة على المدى المتوسط والطويل. الجدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة سنترال بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي. المقال الثالث من جريدة العمق بعنوان المغرب ينفي استيراد موز فاسد من الصومال، وهذه حقيقة فيديو الديدان. نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بأونسا صحة ما يتم تداوله من وجود موز فاسد بالأسواق المغربية تم استيراده من الصومال، مشيرا إلى أن الخضر والفواكه المستوردة تخضع تلقائيا للمراقبة بالحدود وتكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية. وأخيرا مقال بعنوان في نفس الجريدة بعنوان الملك يدعو لإنصاف فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد منه بشكل عادل. دعا الملك محمد السادس إلى إرادة سياسية حقيقية والتزام أكثر إنصافا تجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. واعتبر الملك أن ضعف التمويل والدعم التكنولوجي بالنظر للضرر المناخي الذي تحمله إفريقيا هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الحالية وفق تعبيره. جاء ذلك في خطاب وجهه الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير مناخ كوب 26 التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بغلاسكو في اسكتلندا، وهو الخطاب الذي تلاه عزيز أخنوش رئيس الحكومة. غير أنه يجب أن نعرف جميعا أن هناك في المقابل جهات تحسد المغرب على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره وعلى رصيده التاريخي والحضاري وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. منتدى وحما عشت في الأوطان.
وكثر نور ونار. لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. في أمان الله، إلى اللقاء.